السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومساكم الله بالخير في أحد حلقات ديوانية شعراء النظم والمحاورة. بداية حلقتنا مشاهدي الأعزاء مع الشاعر خلف الحساني، مساك الله بالخير يا أبو حسن. الله يمسيك بالرضا. فرصة طيبة نجتمع احنا وياك. الله يبارك فيك أبو حسن. الحقيقة تختلف أنت عن بعض الشعراء اللي احنا مقابلناهم. سؤالنا لك يا أبو حسن، متى بديت الشعر؟ والله بديت الشعر من مدة طويلة، تقريبا من 70 سنة 80. أنت كبرتني أكثر من اللازم يا أخوي. أنا ما ذحين حول 40 سنة، توديني 70 سنة. أي نعم. طيب تقريبا عمري 20 سنة يوم بديت الشعر. إيه محاورة ولا نظم؟ نظم ومحاورات. تذكر من قصائدك شيء، أول أو ثاني قصيدة أو خامس قصيدة؟ والله البداية تقريبا، على كل حال تجسير البداية شوي شوي، مثل البيت اللي يطلعونه درجة درجة يطلعون على 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 البيت. زين، الدرجة الأولى تذكرها؟ تقريبا أذكرها، لأنها في أيام زلت شديدة شوية. واليوم احنا في نعمة نحمد الله، الحمد لله، الله لا يزيلها. آمين، جزاك الله خير. سنة من السنين كان جانا جفاف، كفانا الله شر، وحنا مزارعين. اي نعم. وجاني واحد من الجماعة قال له سفر. نعم. وعندما جاني قال لي عقلي، اني خطر في بالي اني اطلبه بسلفة. ايه. وقلت بيتين. نعم. والشعر هذا ذا الحين تحصلوا أصناف، لأنه فيه قصائد وفيه مجالسيات وفيه محاورات وفيه حدا وفيه قصائد وفيه زهم. أين؟ وهذه من نوع الزهم. زين. عاد أقول له، لأنه هذا سفر كان من جماعتنا من أهل تهامة وطلع عندنا سكن، وكانت في مشكلة بينه وبين واحد قال له أبو قرون، وصارت عندهم مشكلة. بصرة. وقال قلت أعطنا الأبيات. قلت يا أبو سعد وقتنا خربان. إيه؟ يا أبو سعد والحال تعبان، وإن كان عندك حمية دوروا لي 100 قرضة بصفطان. إيه؟ ما عاد خوخا ولا رمان. إيه؟ هل الثمر من روس الأغصان، طالت حبال السواني، يلا أطلب قعوض المودماني. الله الله. قال يا أبو حسن شمر الذرعان، والشث في التوته وفي كتان، جبلين هناك، جبل اسمها التوته وجبل اسمها كتان. ايوه. والشث تعرفونه هذا اللي يصرمونه الناس. قال يا ابو حسن شمر الذرعان، والشث في التوته وفي كتان، لا يغلبونك ذوي جيزان، مل الجرن والبيت مليان. نعم. سفر غدا ما معه جنحان، لا تحسب انه مثل ما كان، وبالقرون بتلاني، عنده هزاع في السلفه شكاني. وسلامتكم. هذه البدايه. الحقيقه انت عديتي تو المجاسي والحدا وذا. المجاسي لك فيه مزاولة يعني بدأت فيه؟ نعم. تجيده؟ نعم. ممكن تسمعنا منه؟ طيب يلا عطنا صوتك، يومنك شباب، صوتك يومنك شباب. الشباب ما هو موجود، بعطيكم صوت الشايب. طيب يلا عطنا صوت الشايب. يا الله اني طالبك ورجع عطاك، يا كريم انا ما تخيب من رجعك، اهدني للحق وامشي في رضاك، من طلب عفوك ولطفك ما يخيب. الله الله. ابدع الامثال واهي من عدم، لجل من يسمع يقول لها نعم. نعم. والخطيه ما لها غير الندم، يا الله انك ترحم العبد المنيب. ارحمه يا غافر الذنب العظيم، يا كريم الوجه ما غيرك كريم، اهد عبدك للصراط المستقيم، في نهار الهول والعلم الصعيم. الضمير أبدع الأمثال وقدامي تسير. الله الله. دامت الدنيا بها شر وخير، عايش فيها المواطن والغير. تسلم يا أبو حسن. أبدع الأمثال وغن اللحن، واشري الطي
الذهب ولو غلي الثمن، لا تخسر قيمته يا ابو حسن، من شر الطيب ترى باله يطيب. التجارب عرفتني بالرجال، عرفتني بالخفيف من الثقال. نعم. والتجارب نتخذها راس مال، وكل من هو مجتهد يلقى نصيب. أودي أوجه لأبو حاتم وصاه، دام أنا موجود راسي في الحياة. الرجال أشكال يا مال الغنى، كل واحد ظاهر له من شعيب. نعم نعم. الرجال أشكال محصي عدها، فيهم اللي ما يبيع حسدها، والعلوم الوافيات تمدها، ويعرفون المخطية واللي تصيب. وفيهم اللي ينقصر دون الجميل، ما يبالي لو تقول له يا بخيل. والنصاها الضيف قال له مستحيل، عندنا مشوار ماضي انه قريب. الله الله. وفيهم اللي لا نصاها الضيف قام، ثم حيا قبل رد انا السلام. والبشاشة والوفاء والاحترام، حاضر في وجيهها لها ما تغيب. وفيهم اللي لا هرج هرج كبار، وما درى انه يعترض لا الاحتقار، يحسب ان الناس قالت له قرار، ثم سولف يا عجايب يا عجيب. الله الله. وفيهم اللي لو جلس بين العرب، يوم يهرج هرجته مثل الذهب، وطول عمره عايش الا بالادب، والادب ما يوجد الا بالاديب. نعم نعم. وفيهم الهدروش ولسانه طويل، وان جلس بين العرب دمه ثقيل. الله يبعد. منطقه يشر على قلب العليل، قلبه اسود ما يداويه الطليل. وفيه ما لحمق ومصدار الزعال، لا زعل ينطح براسه في الجبل. الله الله. يحسب الفتنة كما طعم العسل، والغضب دايم يدور الغضب. وفيه الرجل الحليم المتزن، ما يطاوع كل رجال يزن، جامع سلوم العرب من كل فن، وان تعدى تحدها رجل رهيب. كون يا سالم على نفسك بصير، وطير ماله ريش ما يقدر يطير. والله اعلم بالتوالي وش يصير، خلها بين المنادي والمجيب. واعرف ان الصبر مفتاح الفراش، ولا تطاوع كل هالرواج انهار. والحذر وياك من علم العوش، واعرف ان الله على خلقه رقيب. لا تلفت فالخبول من العباد، كل واحد كنه الا في جهاد. كل يوم يعل جمله اعلى من جداد، والمشاكل كنها حرث الرقيب. ولا ترافق غير رجال نظيف، لا ترافق غير رجال شريف، قلبه ابيض كنه الثوب النظيف. صاحب
الأخلاق والدم الخفيف يسقي الله ميار من جاء أما القليل. والختم صلوا على سيد البشر صل عليه وسلم سيد البر واللي في البحر يا صلاة الله عدد وبل المطر يا حبيب القلب ما غيرك حبيب. سلامتكم سلمك الله وبيض الله وجهك على أخ أبو حسن سم. ما دام أننا في ديوانية الشعراء نريد منك المزيد ولكن نبقى قصيدة. تفضل. سمعنا للمجالسي والآن جاء دور القصيدة وأظن ما ندري وش بعدها بعد، لكن الآن نطلب منك القصيدة اللي أظن مطلعها يقول ما كل من هو قال رجال رجال لو ركب المشلح وحط العقالي، هل هذا المطلع ولا من مثنات القصيدة؟ هذا جزاك الله خير، هذا بيت من جملة قصيدة، هذا ما هو مطلعها. لأن القصيدة يقول فيها وصيت ولدي اللي قال له بندر فيها أقول قال الهذيلي قال من زين الأقوال ويا مستمع فالقول فاسمع مقالي قولا سوات الذوب في جوف فنجال من شرة المصياف جني النحالي. نحالي. ما همني رزق ولا همني مال، رزقي على الخالق رفيع الجلال سبحانه ويا خالقا في الناس طيب وبطال ويا باسط نرضك ومرسل جبال. الله الله. سبحان من هو يخلق الشيء في الحال ويا خالق الدنيا عليك اتكالي ما لي سوى رحمتك يا واسع الجال لمسيت ما بين اللحد والهيال. الله أكبر. جربت في الدنيا خفيفات وثقال وشقيت دربي لين حتى استوالي واخذت لي مع طيب القوم مدهاله للسمان مبهرين الدلال وسرار قلبي مقفلات بالاقفال ما يطلع فيها خبيث العمالي حفظتها عن كل كاذب ومحتال والنذل لا مكسب ولا راس مال. عز الله صدقت. ووصيك يا بندر عن القيل والقال ووصيت قدامك جميع العيالي ترى يجيف الناس للهرج نقال مزين المقعد في جوف المظالم. أبوك من منسبك جود لك الخال وصلك مجود بين جدا وبخالي احسب لمستقبلك يا طيب الفال والخط قدامك طعوس ورمالي. الله الله. رجال يسوال وثمانين رجال نعم. ورجال ينبذ من صفوف الرجال نعم. مضيع المكسب على رؤوس الأموال محرف مصرف عند بنت الحلال صح. جنب عن الشبهات ودروب الأنذاب ودور على درب الوفا والكمالي ودرب الوفا والعز من عز الأبطال والناس تمشي بجنوب وشمالي. هلا. ما كل منه قال رجال رجال البيت اللي يسدني عنه الأخ محمد سعيد. اي نعم. ما كل منه قال رجال رجال نعم. ولو ركب المشلح وحط العقالي وما كل منه يركب الخيل خيال ولو قال أنا من طيبين الرجال. كلام. وسلامتكم. تسلم يا أبو حسن بيض الله وجهك. أبو حسن عديتي تو المجالسي نعم والنظم وش قلت تو فيها الحداو. إيه هالحدا نبي تسمعنا الحدا. الله جابك اليوم ناخذ منك الفنون كلها اللي عندك. جزاكم الله خير. والله فنون الشعر متنوعة وكثيرة سم. وفيه من الشعار من يجيدها وفيه من الشعار من يأخذ منها نبذة. يا تعطينا يا ترشح. أنا أرشح صالح بن رويجح المطرفي. وين صالح؟ وين صالح بن رويجح؟ أعتبره أنا منه دكتور في الحدا. تفضل يا صالح سمعنا الحدا اللي يقول أبو حسن. والله الحدا أنواع. إيه؟ عندنا مروبع مثوما. إيه؟ وجناه بنفس المتكلم أبو حسن سم. بنفس زفاف عياله. جيت أنا بحداية وثمن ما قصر سم. هذا حداية نصاب الحفلة وثمننا رعا سم حطناه. يقول سلام تسليم يشرفنا ليام درجنا في واجب اللي علزومه ما نصد ولا سهجنا سلام تسليم يشرفنا ليام درجنا في واجب اللي علزومه ما نصد ولا سهجنا أنا أشهد أن يوم جان العلم في الناس ابتهجنا ليلة فرح نفرح بها وتعيش بيضان القلوب حنا هذيل الليك ما سر بالذياب اللي نهجنا تاريخنا تقراه بالتفصيل من وقح ججنا ما تلتقي في علمنا نقص وزود لي أهرجنا
وأمة محمد فعلها مشهور في كل الشعوب. وصل على محمد. فأخذنا شوية وثمن في البيت هو. نعم. قال يا مرحبا والليل هذا عيدنا هذا فرجنا وانتم على درب الوفا وإحناك معكم ما خرجنا. نعم. وانتم جماعتنا هذيل مثل ما تنتج نتجنا والراس ما يثبت يكود انه مثبت بالجنة. تسلم يا طويل العمر ابو حسن. بالنسبة للنظم سمعنا المحاورة لك فيها مشوار؟ اخذنا شوية على قد راس المال. عبد الله المسعودي حاورته؟ نعم. بينك وبين الشيء تذكر؟ لو على بيت بيت؟ لا على بيت بيت تقريبا اذكر، لانه هاك المرة حضرنا في حفلة انا وياه. ايه؟ والحفلة حضر فيها شعار قدامنا. وايام الفلوس دوبها فانت، واحد من الشعار اخذ 200 وواحد اخذ 100. وانا والمسعودي بلاش. معزومين ولا جايين؟ معزومين. ولكن ما اخذنا فلوس. وقام المسعودي وبدع وناداني. قال يا خلف قوم ثم العب على الصفين. والعلوم الكبار اياك وياها. نعم. لا تحسف على الوحدة ولا الثنتين حولت في الحود ما صبرناها. نعم. وش قلت له؟ قلت بعد ناديتني بشر بعلم زين والرجاجيل ما عذر في ممشاها. لا لا تخليني ابدا الحد لما قرين خلني بالسياسة احسن مذكاه. هذا اللي احفظها. ها. ومن الشعراء الحاضرين مثلا اللي الان موجودين على قيد الحياة؟ هذا المسعود متوفي الله يرحمه. والله اللي ابن تويم الله يرحمه. نعم. بينك وبينه مواقف؟ بيني وبين ابن تويم ليالي كثيرة سارت، ولكن تذكر منها شيء؟ الحافظة عندي ضعيفة افتكر كبرس بسيط. كبرس له دور هين يقول لا يا رجال ان شاء الله ان احنا للساعة باقي علينا، كبرت انا اكثر من اللازم. يقول ابن تويم الله يسكنه هالقلب، اللهم امين اللهم امين. عاد اللي جايبه واحد قال له سليم الغريبي. إيه؟ وذيك الليلة كنت معي مشعاب. وأنا ما كنت أحب المشاعب لكن حصلته في السيارة معي. إيه؟ ونذرت الملعب وهو في يدي. إيه؟ عاد أقول سلام الله عليكم كل طرقيا يطق الباب. إيه؟ وراعي مرحب ولا شاف له ضيفا يحييبه. نعم. تحرك يا سليم وقرب ابن تويم للمشعاب ترى خصمه ليليا يمسح في مشاعيبه. يا سلام. قال ابن تويم نيابة عن معازيب الغلا فتالة على شناب. نعم. هلا يا مرحبة ترحيبة في ست ترحيبة ولا يا راعي المشعاب ما هو خنجرا ونصابنا بنفتكه من يديك يا الشاعر ونرميبه. الله يرحمك ابن تويم. قلت مشاعيب الهذيلي فوق راسك مثل سم الداب. لكن الجم يا ابن تويم ما غفل بمشاريبه. والله البيت الثاني حقي سهى عن بالي. قال ولا يا الصاحب اللي صحبته فت ولا يا الصاحب اللي صحبته للداغ للاصحاب. تفكر يا سليم سليم اللي هو جابه. ولا يا الصاحب اللي صحبته للداغ للاصحاب تفكر يا سليم وعلمنا وش نسوي به انا لو ماني محشمك سفرتك على دباب على دار الخميني نعنب وخبزه على طيبه هذا الايام الخميني والصدام يتصادعوا. هذا ابن تويم. الله يرحمك يا ابن تويم. الصاحب اللي صحبته للداغ للاصحاب تفكر يا سليم وعلمنا وش نسوي به انا لو ماني محشمك سبر سفرتك على دباب. قلت انا صاحبك لا مني بديت بعالي المرقابة خلي الضيف فالميقاف تفزع له معازيبه انا ما قادر اديره انا ماني من الاجناب بيبي سفرني وانا سعودي. نعم. انا ما قادر اديره انا ماني من الاجناب انا جدي هذيلي وانت يا ابن تويم تدريبه. نعم. وهذا اللي احفظه من المحاورات تقريبا. ايه الحقيقة بالنسبة للحاضرين. نعم. اللي مثل الشعراء اللي عندكم بالطائف. نعم. من سد راديت من الحاضرين الان اللي موجودين مثلا في الطائف على قد بالديوانيه بالديوانيه احد سد راديت انت يا احد اللي بالديوانيه عندنا هالحجاز تردينا انا ويا عبد الله صالح بن رويجح. ايه وين صالح؟ انا برضه انا ومحمد صالح انت. إيه؟ ولكن ما عند ماني محضر شيء انا الحين. إيه؟ ماني محضر ولا طيب ما ومن غير اللي بالديوانيه برا تذكر شيء؟ ايه بيني وبين صياف وبيني وبين مستور وبيني يعني انت الان انت الان ماشي بالشعر اجل. أنا اعتزلت الشعر دحين. متى اعتزلت؟ ولكن أكرمنا الضيوف. إيه؟ والمحاورات اعتزلنا. أبو حسن ما أدري أنت اعتزلت الشعر يقولون. نعم هذا. إيه؟ صحيح. ومن أجل كذا جيت على أساس أسألك. نعم. اعتزلت المحاورة ولا الشعر كله؟ والله الشعر كله لأنه مليح ومليح وقبيحه قبيح. يعني أنت اعتزلت المحاورات. بس ما أدري وش السبب؟ فيه مواقف مرت علي.
ومنها أخبر لك بيت شاعر من الشعار، لأني سريت وأنا زعلان من المحاورة هذيك، لأنه يقول لي قبل وجهك وقفت ومن وراك التويت من رجاجيل تفزع وقت عازاتها، إيش أسوي لازم أرد. قال قبل وجهك وقفت ومن وراك التويت من رجاجيل تفزع وقت عازاتها، قلت لا تلوى ويلوي بك عمود الونيت، الونيتات ما جربت قلباتها. فسريت وأنا زعلان شوية، فكرت قررت أني أعتزل الشعر المحاورات، لأن المحاورات ما تسلم صحيح، ولكن مع ناس شعار يعني معترف بهم مثل عبد الله الروقي بن سنان، ومثل بن طمحي محمد، مثل محمد سعيد، مثل صالح بن رويجح، وهذا وغيرها من الشعار الثانيين لا باس، ولكن بعض الليالي ما تصدفهم، فتسير بعض الليالي فيها شوية. أبو حسن كم قعدت في المحاورة تقريبا، كم سنة؟ أكثر من 30 سنة في المحاورة. نعم. من 10 سنوات إلى الآن طلع شعرة جدد على الساحة عندكم؟ نعم طلع شعرة جدد. نترك لهم المجال يعني تساعدونهم؟ ها؟ يعني لجا واحدة صار منك مو بخل صار سن أقل منك رد تخليه يقابلك؟ نعم كيف؟ تترك لها المجال؟ نترك لها المجال ونشجعه وحنا ننمي الموهبة هذه ونأيدها. كثر خيرك. على كل ما دام محمد سعيد الذويبي حاضر سمع الحدا وسمع المجاسي. محمد سعيد سم. تراك انت القاضي في الطرقين اللي جابه، وش رايك فيها؟ كم تعطيهم بالمية؟ والله بشرهم وبسعدهم اعطيهم 100% بس كذا. الله ما شاء الله. وش يعني عشان نظيف عندهم ولا علشان خايف من الحساني؟ ابد والله بس كذا 100%. احنا اعطونا 100% سابق. يستحقون. بالمناسبه احنا نحب نسال ابو حسن عن اخر قصيده قالها، بدا منه يقول انا اعتزلت المحاوره. اسمع ايش يقول القصيده. اسمع قالها، وهذه تلقاها ثمره انتاجه كله الشعر. ها. والله كل شيء تطلبونه إن شاء الله موجود. يقول القصيدة الأولى: يا الله يا فرد يا صمد، طالبك يا والي ويا معبود، طالبك يا معبود حقق رجايا قدام لا يبس خضار العود. الله. حالي ومالي دون نفسي وسدتي، والوجه وش يقدر من المنقود، كل 3 قفال عرضه وطوله ما هم مخزن صادره وورود. نعم. ومن لا يحسب للعواقب بليبها، لا بد فالأيام بيض وسود، ولا بد فالايام مر وحالي، ولا بد من قبر وثيق الحوت. الله المستعان. يا ابو حسن داري زمانك وسائر، والنار لا تقرب من البارود. نعم. والطاقه اللي ياتي الريح منها اعرض وخلي بابها مسدود. كلام. اعرض عن اهل الشين والبغض والردى، ودنياك يا حاسد ويا محسود، لا تامن الدنيا كف الله بلاها، يفرح بها واحد قليل فيود. نعم. يفرح بها من لا عرف وش مصيرها، نهار يمسي في الخلا ما حود، في الحفرة اللي ماش فيها جماعة غير المحاسب واجتوال الدود. يا والله. إن كان تميت الفريضة في وقتها. يا سلام. نجحت ما يبغى عليك شهود. اللي قبل فرضك قبل سائر العمل وامسى مصيرك جنة وخلود. الله كريم. ودنياك يا ابن آدم تراها معرضة، أيامها فيها فرح ونكود، أيام فيها سائر السعد والهنا، وأيام فيها سعدها مفقود. يا رب تكفينا بلاها وسوها. يا الله. راجيك يا راعي الكرم والجود، يا من العين انحارب النوم طرفها، العين تسهر والعباد رقود. نسهر ونقطع قيدها من هجارها، لا سارفة الأعلام نقص وزود، والنفس نردعها على الكبر والهوى، يا رب تحمينا من المنقود. اللهم. والختم صلى الله على اللهم سيدنا محمد شفيعنا اللهم في يومها المعود. اللهم صل وسلم. وما أدري باقي شيء تعطينا، ترى المشاهد بحاجة والله واللي حاضر برضه معنا في الديوان بحاجة، لأن الكلام الطيب ومن رجال شرواك يستمع لها المشاهد. المشاهد يبحث عن التراث، يبحث عن القصيدة اللي لها طعم. والله شبابنا بالشرك يحبون الحاجات دي، وشيابنا والله يبحثون بس يبون الشيء اللي يستفيد منها الشايب والشباب. فإذا عندك شيء ممكن تساعدنا تقدمه لهم، وإذا ما عندك سندنا على حد من الديوانية مليانة. حنا على كل حال اللي تطلبونه موجود، ولكن ودنا نفتح المجال لأن في شعار معنا. نعم. نبغيهم يأخذون دورهم. زين. إذا يعني الآن نختم معك اللقاء ونقول يا أبو حسن عندنا شريط من 1 إلى 25. نعم. وش اللي تبغاه أو تطلب شعار في الملعب الحين يردون، بس ترى وأنت مجالسين نبي نجرب المحاورة وأنت مجالسين، ما قطش منهم المحاورة دائما واقف ولا لا؟ نعم. نبي نجرب الجلوس هذا إذا تبغى أنت، ولا نعطيك من المكتبة؟
والله حنا على كل حال ودنا بذي وودنا بذي. تسمحون في الثنتين ولا بس واحدة؟ لا واحدة. أجل نبغى من الشعار اللي حضروا ذحين وعندهم محاورات. من تبغى؟ نبغى صالح بن رويجح ولافي بن خلف. إذا نقول يا أبو حسن بالنسبة لك تصبح على خير، ونقول للمشاهدين ننتقل إلى محاورة صالح بن رويجح ومن؟ لافي. ولافي خلف الحصان. خلف يعني ولك؟ نعم. إيه قل ولدي جل. نعم. خلاص قلت له لف أي قل ولدي عشان إيه معقول. نعم. خلاص إذا نروح بناء على طلب الوالد لولده. نعم. اتفضل ننتقل. أشوف براق سارة ساري نوه يقود ورائد هدانا نوه يقود ورائد هدانا أشوف براق سارة ساري واللي يجيب العلم ويودي من حظنا ما عاد يا صنا من حظنا ما عاد يا صنا واللي يجيب العلم ويودي. اسمع يا صالح. يا اللي تشوف البرق وتراعيه أقرب وعان الهيل والبنا أقرب وعان الهيل والبنا يا اللي تشوف البرق والراعي. أسمع. العلم لأهل المعرفة نعطيها وحنا في بيت العز ما زلنا وحنا في بيت العز ما زلنا العلم لأهل المعرفة نعطيه. اسمع الآن تفضل. بعض العباد اللي طار يرزم من القلات ويحنا يرزم من القلات ويحنا بعض العباد يا طار طاري نعميني اللي علمكم نوحي والعرف منبع من وطنا والعرف منبع من وطنا نعمين يا اللي علمكم نوحي. اسمع. بعض العباد الله يسدك فيها ولياها رجبه روجي مزعنا